كل الأنواع على وجه الأرض، أنت وأنا وجارك المزعج، محكوم عليها بالانقراض يوماً ما، تماماً كما حدث للماموث الصوفي والنمور ذات الأسنان السيفية. الإحصائيات ليست متفائلة. يقول العلماء إن 99% من جميع الحيوانات التي عاشت على الأرض قد انقرضت الآن. مهلاً، ما هذه النظرة على وجهك؟ الانقراض ليس نهاية القصة. استمع الآن، قد يحقق الماموث أعظم عودة على الإطلاق، وقد يكون أيضاً المفتاح لإنقاذ البشرية. كلا، لن يتبرعوا بأموال مجانية حتى لا نضطر إلى العمل بعد الآن، لكن يمكنهم نوعاً ما مساعدة حالة الطقس على كوكبنا. في منطقة التندرا القطبية الشمالية، هناك أرض تسمى التربة الصقيعية، إنها بمثابة تربة على شكل جليد، حيث تتحول التربة إلى تربة متجمدة عندما تظل شديدة البرودة لمدة عامين متتاليين. ولكن الآن تذوب التربة الصقيعية بشكل مستمر، وهذه أخبار سيئة بالنسبة للجميع، لأنه أثناء الذوبان ينبعث الكثير من الكربون في الهواء. لكن ماذا لو كان لدينا حيوانات كبيرة مثل الماموث هناك اليوم؟ سوف يقومون بتقليب التربة، سوف تتجمد الأرض بشكل أعمق في الشتاء، وبعد ذلك في الصيف ستساعد طبقة من العشب في الحفاظ على برودة الأرض ومنع ذوبان التربة الصقيعية. يعتقد بعض العلماء أن هذا حل رائع، والآن هناك شركة في الولايات المتحدة تحاول إعادة الماموث إلى الحياة. حسناً، النتيجة ليست ماموثاً حقيقياً، ولكن نوعاً من الهجين بين الفيل وواحد بالمئة من الحمض النووي للماموث، سيكون فيلاً شمالياً. إن الحصول على الحمض النووي للماموث أسهل مما تظن. لقد انقرض في الواقع منذ حوالي 10 إلى 14 ألف سنة فقط، ويأمل العلماء أن يكون لديهم أول هجين من الفيل والماموث بحلول عام 2027. دعونا نأمل ألا يتحول الأمر إلى حديقة جوراسية في الحياة الحقيقية. أستراليا، مكان مرعب وموطن لأروع المخلوقات على وجه الأرض، ولكن هنا حل المصير الحزين بالببر التسماني المعروف أيضاً باسم الثايلثين. لا تخلط بينه وبين الشيطان التسماني، هذا ما زال حياً ويتكاثر. كلا، كان الببر التسماني حيواناً مفترساً جرابياً يعيش في أستراليا وجنوب تسمانيا وغينيا الجديدة. لقد كان حيواناً ليلياً يفترس جرابيات أخرى مثل الكنغر. في الثلاثينيات قال المزارعون فجأة أن الببر التسماني كان يأكل مواشيهم. إذا نظرنا إلى الأمر الآن ربما كان ذلك مبالغة، لكن البشر بدأوا في اصطياد هذه الحيوانات المسكينة حتى اختفت جميعها، وبعد ذلك اتضح أن اصطياد هذا المفترس لم يكن بالفكرة الأفضل، من كان يدري؟ كما ترون، أبقى الببر التسماني الأمور تحت السيطرة من خلال أكل الحيوانات الضارة، لذلك بمجرد اختفائه كانت الحياة البرية الأسترالية محكوم عليها بالفناء. لقد حدث هناك 35% من إجمالي انقراض الثدييات على الكوكب، وهذا رقم قياسي عالمي مخيف. أعلم أن الأمر يبدو محبطاً، ولكن مهلاً، ربما يمكننا إصلاح هذا. هل تتذكر تلك الشركة التي ذكرناها؟ إنها تريد إعادة الببر التسماني أيضاً، ولحسن الحظ لا تزال العديد من أجنة الثايلثين محفوظة في مرطمانات مثل بعض المخللات المخيفة. إذا أعدناها إلى تسمانيا فقد يساعد ذلك في إحياء النظام البيئي بأكمله. هل ستكون سعيداً برؤيتها مرة أخرى في البرية؟ أنا أيضاً، وسأكون سعيداً أيضاً برؤيتك تضغط على زر الإعجاب والاشتراك حتى تتمكن من مواكبة الحقائق المذهلة على مدار العام. لدينا أيضاً بعض الأحلام الكبيرة بشأن المخلوقات الصغيرة. قم برحلة إلى منتجع ماونت هوثم للتزلج في فيكتوريا أستراليا، وهنا يمكنك العثور على حيوان الأبوسوم القزم الجبلي، وهو حيوان صغير شديد الجاذبية، وهم نادرون للغاية، حتى أننا اعتقدنا أنهم انقرضوا، كل ما كان لدينا هو حفرياتهم. لكن بعد ذلك اكتشف أحد المتزلجين حيوان أبوسوم في كومة من جذوع الأشجار في منتجع التزلج في عام 1966. تخيل أنك قمت فجأة باكتشاف عظيم أثناء استرخائك في إجازة. يمكن لهذا الأبوسوم الصغير قضاء 7 أشهر في السنة نائماً تحت الثلج. يستيقظ أحياناً لتناول بعض الأطعمة التي خزنها للشتاء، ثم يستيقظ في الربيع لتناول المزيد من الطعام والعثور على رفيقة، ثم العودة إلى السبات مرة أخرى. يا لها من حياة مريحة! نظراً لظهوره في هذا الفيديو يمكنك تخمين أنه مهدد بالانقراض إلى حد كبير، حيث لم يتبقى منه سوى أقل من 2000 حيوان في البرية، كل ذلك لأن موطنه الحالي لا يناسبه بشكل جيد، لكن يمكننا مساعدته أيضاً. كما ترون، عاش أسلافه في الغابات المنخفضة منذ حوالي 20 مليون سنة، لذا ربما يمكن لحيوانات الأبوسوم الجبلية أن تعيش بشكل أفضل إذا قمنا بنقلها إلى هناك؟
بالطبع لا يمكننا أن نأخذه إلى الغابة ونتوقع منه القدرة على النجاة، بل يريد العلماء إطلاقه ببطء في الغابة والتحقق من كيفية تعامله معها. دعونا نأمل أن تتكيف هذه المخلوقات مع الحياة في الغابات. كان الضفدع المعدي الجنوبي، والذي يطلق عليه أيضاً ضفدع خلد الماء، مخلوقاً فريداً من نوعه. تم اكتشافه عام 1972 في كوينزلاند بأستراليا. في ذلك الوقت صدم هذا الحيوان العلماء بممارساته الغريبة في الولادة. شاهد هذا، الضفدع الأم تبتلع بيضها وتحول معدتها إلى رحم، ثم لا تأكل على الإطلاق لمدة 6 أسابيع متتالية. هذا لا يصدق. في هذه الأثناء تفقس الصغار في بطنها وتبدأ في النمو، وفي النهاية تصبح كبيرة جداً، بحيث يتعين على الأم أن تتنفس من خلال جلدها، وبعد ذلك تقذف صغارها حرفياً يميناً ويساراً. لكن هذه العملية الجنونية هي إنجاز تطوري عظيم، ولهذا السبب لفت انتباه الجميع. لكن الدهشة لم تدم طويلاً، فبحلول منتصف الثمانينات اختفت جميع الأنواع المعروفة من هذه الضفادع من بيئتها الطبيعية. لماذا؟ ليس لدينا أي فكرة. هناك العديد من النظريات، ولكن لا يوجد دليل يدعمها تقريباً. على أي حال، على مر السنين أصبحت تلك الحيوانات رسمياً منقرضة، ولكن كل شيء تغير في عام 2013. بدأ العلماء مشروعاً رائداً يسمى مشروع لازاروس، والآن يريدون إحياء هذه الضفادع ليتعلموا منها تقنيات الاستنساخ الرائعة. هل أنتم مستعدون يا رفاق لتقليد طريقة الحفظ الجيني الخاصة بهم؟ أجل، أنا أيضاً لا أريد. ولكن دعونا نتعمق أكثر. سننزل في المياه حرفياً. تعرف على الكولاكانث. عاش هذا المخلوق في المحيطات عندما كانت الديناصورات تجوب كوكبنا ولم يلاحظ حتى اصطدام الكويكب. هذه الكائنات هي بمثابة الناجي الوحيد آنذاك. يمكن أن تعيش إلى ما يصل إلى 100 عام، ولا تبدأ حتى بالتفكير في التكاثر حتى تبلغ 55 تقريباً. على الأقل لديهما متسع من الوقت للعيش لأنفسها. لقد اعتقدنا في الواقع أن هذا المخلوق قد انقرض منذ حوالي 65 مليون سنة، ولكن بعد ذلك تم اكتشاف أول عينة لاتيميريا قبالة سواحل جنوب إفريقيا في عام 1938، تعرف الآن باسم الحفريات الحية. وهذه الأسماك هائلة، إنها تزن حوالي 90 كيلوغراماً، كما أنها أنيقة للغاية، مع تلك المجاذيف ذات الزعانف الفصية التي تجعلها تبدو مثل كرات الديسكو. إنهم بمثابة بهلوانات رائعة. بفضل تلك الزعانف متعددة الاستخدامات، يمكنهم حتى الوقوف على رؤوسهم والسباحة على بطنهم. يعتبر سمك السيلكانث أيضاً كائناً منزلياً إلى حد ما. إنه ليس نشيطاً للغاية، ويحب العيش في الكهوف تحت الماء أثناء النهار، ولا يخرج إلا ليلاً لتناول وجبة خفيفة من الأسماك الصغيرة والحبار. هذا الحيوان أيضاً يشبهني حرفياً، والآن نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على هذا النوع، ولن أتفاجأ إذا عاش بعدنا جميعاً. وأخيراً دعونا نتحدث عن أكبر الطيور النيوزيلندية التي لا تستطيع الطيران وأكثرها غرابة في المظهر، طائر التاكاهي. بدأت حكاية التاكاهي في العصور الوسطى. لقد اصطادها البشر كلها عن طريق الخطأ، وبحلول أواخر القرن 19 بدأ أنه لم يبقى منها أحد، ولكن بعد ذلك تم اكتشافها مرة أخرى في نيوزيلندا في عام 1948. لقد بذل هذا المسكين كل ما في وسعه للاختباء منا في الجبال، لكننا وجدناه في النهاية. لكن الأمر مختلف الآن، ومنذ ذلك الحين بذلنا قصارى جهدنا لإنقاذه من الانقراض. هناك برنامج استعادة التاكاهي قيد التنفيذ، وقد أظهر نتائج رائعة. لقد تمكنوا من زيادة عدد هذه الطيور في البرية بشكل كبير. اعتباراً من عام 2023 ارتفع عدد التاكاهي إلى حوالي 500 طائر. لقد تم اعتباره الآن معرضاً للخطر على المستوى الوطني، وليس مهدد على المستوى الوطني. إنه تقدم صغير، لكنه تقدم رغم ذلك. دعونا نكمل بهذا النهج.